السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ بصوا يا رجاله، معانا النهارده احرف خيال موجود في مصر، وهو الاستاذ سحس الفيومي. يلا بينا كده نشوف معانا الاستاذ سحس بيعمل ايه مع الحصان. ما نمشيش على طريق يعني اسفلت، تمام. لازم نمشي على جبل معين، تمام. والطريق مفتوح لي، تمام. هل بيبقى فيه اشارات وانت الطريق مفتوح؟ اشارات على اساس لو يعني مثلا انا شايف الفرس هاديه خالص، يعني الناس كلها بتقول ان هي الخيل بتعمل، انت عايزها تعمل حركه مثلا تعمل لها ايه مثلا؟ انا كده مع نفسي بحسسني. طبعا هنا هو استاذ سحس بيوضح ان هو ما ينفعش يمشي كده على طريق عدل كده مزاوي، لا 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 لا، ما فيش الكلام ده. لازم الطريق اللي يمشي فيه يبقى طريق معين، طريق سالك وبتاع. الكلام ده مش مع الخيل بتاعه سحس، لازم يمشي على طرق معينه بالحصان بتاعه. يلا بينا. شايف الفرس هاديه خالص، يعني الناس كلها بتقول ان هي الخيل بتعمل، انت عايزها تعمل حركه مثلا تعمل لها ايه مثلا؟ انا كده مع نفسي بحسسنا الامان، والامان تمام، على اساس ان حبيت انا اجري اجي سايب لك كده، تمام. عم المذيع، الفرسه مش هاديه ولا حاجه، هو سحس اللي مسيطر عليها. انت مش شايفه ماسك اللجام ازاي ومسيطر على الفرسه ازاي؟ لا يمكن الفرسه دي ايا كانت نوعها ايه ولا ايا كانت صفاتها ايه، لا يمكن تقدر تتحرك من مكانها ولا تتعتع من مكانها سنتي وسحس الفيومي راكب عليها. اجي سايب لك كده، تمام. وماسك دي كده، تمام. ماشي، تمام. وبعدين طب عايزين نشوف اي رقصه او اي حاجه كده في الدنجال، تمام. انا سايبك خالص اهو، خش عليها وقول لها يلا. خدوا بالكم بقى يا رجاله، عشان احنا في الحلقه ديت هنتعلم كويس جدا ازاي نركب خيل من الحاج سحس الفيومي. اول حاجه زي ما احنا شفنا كده، بيمسك كده اللجام كده وبيمسك الشعر بتاع الخيل كده ويبدا يحسس للخيل، علشان لو هيجري وينطلق ولا حاجه يبقى متحكم في الفرسه اللي تحت منه كويس. عايزين نشوف اي رقصه او اي حاجه كده في الدنجال، تمام. انا سايبك خالص اهو، خش عليها وقول لها يلا روحي يلا، عشان الجماهير. ايوه كده يا سحس، اعدل في اليمين بس يا سحس، وقف بقى ثبت. مش عارف يا سحس قلقان منك، مش مرتاح لك كده، حاسس ان الفرسه هتشقلبك على الارض في الاخر وهتتقلب وهيبقى شكلك وحش. ربنا يستر، مش مرتاح كده، حاسس ان في حاجه مش مظبوطه كده. تعالوا يا رجاله نكمل تاني ونشوف الفرسه هتعمل ايه مع سحس، بس اكيد سحس يعني هيظبط الاداء في الاخر. كده رقصه شويه، انا سايبه خالص اهو بالراحه. عجب، والله كنت عارف، كان قلبي عايز سحس والله انك لا ليك في الخيل ولا تعرف تركب خيل ولا اي نيله خالص. يعني ينفع الوقعه سحس اللي انت وقعتها دي؟ سحس عشان خاطري لا خيل ولا تدريب خيل ولا ركوب خيل، لا في مناطق صحراويه ولا في مناطق عدله. انتي بداتيها مالكيش قعد فيها، سيدي امل وحنان. ايه يا جماعه، ايه في ايه؟ ايه يا عم ابراهيم مالك؟ ايه يا عم ابراهيم وسيبي امل وسيبي حنان؟ يعني مش كده يا عم ابراهيم؟ بالراحه بالراحه، المشاكل ما تتحلش بالشكل ده كده، يعني ما تبقاش لا يعني، واحده 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 بس. اما نشوف الاول، نسمع من الست الاول ونشوفها هترد علينا تقول لنا ايه، وبعد كده نقول لها سيبي امل وحنان ولا ما تسيبيش امل وحنان. اديتني من كني وقطعتني الفستان. شفت يا حاج ابراهيم، انا كنت عارف، انا قلبي كان حاسس ان انت اللي غلطان، انت اللي قطعت للحاج حنان الفستان، يبقى الغلط من عندنا يا حاج ابراهيم، ما تبقاش تتسرع بعد كده. بتقولي اسرارنا لمرات شريف جارنا، في حاجات ما تتقالش. يا حاج حنان يا حاج حنان، انا جيت على الراجل وضغطت عليه وقلت له انت اللي غلطان وفي وشه مباشره، بس ما ينفعش، البيوت اسرار يا رجاله، ما ينفعش تنقلي الكلام كله بتاع البيوت اللي جوه البيوت اسرار لمرات شريف جاركم، ما يصحش ما يصحش يا جماعه. ونرجع نقول الراجل هو اللي غلطان، لا كده يا عم ابراهيم، انا حقك عليا وحقك على راسي، انت كده عداك العيب. اسم الله يا حيلتها افشك في شقتها وعايز ما سيحش. لا لحد هنا بقى، وستوب بقى كده، منطقه اعراض يا شباب، حيلتها وافشك في شقتها. عم ابراهيم لا معلش، انا كده معلش هضطر اجي في صف المدام حنان ونتصل بالمأذون ونلم الليله ونخلص بقى. ده افشك في شقتها راجل، ده خيانه رسمي
يا عم ابراهيم يعني ده كلام؟ يعني انا من الصبح عمال ادافع عنك وبتاع، وفي الاخر تطلع انت اللي كنت في شقه يا دي النيله. اسم الله يا حيلتها افشك في شقتها، وعايز ما سيحش ما بقت شطيق البيت، هيجي لي يوم جلطة. الست كتر خيرها مشكورة، ما سيحتش وما حبتش تشردك في المنطقة، والحاجة اللي اكتر من كده كمان ما حبتش انها تسيب البيت. يعني قولي يا حاج ابراهيم هي مقصرة في ايه علشان تقول اللي انت بتقوله؟ اصلا استخبيت وجوزنا كان غلطة، جوزنا كان غلطة. لا لا اخي يعني خلاص بقى، يعني تلف وشك وتبص له بقرف وتقولي جوازنا كان غلطه وبتاع، وتاخد الراجل لحم وترميه عظم. يعني انا شايف ان بالادب وبالاحترام كل واحد يروح لحاله بالادب، نتصل بالمأذون وتشوف المؤخر بتاعك كام وتلم العفش والقايمه ونخلص من الليله دي وخلاص، لان ملوش لازمه المشاكل والمحاكم والاقسام والكلام ده كله.